نهضروا فريد يقول مثال كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثال شعبي مغربي قح اللي هو نسولوا نجرب لا نسولوا. الا بغيتوا تعرفوا نص المثال الاخر خليكم معنا بكل تواضع. سول المجرب لا تسول سول المجرب لا تسال طبيب لا تسال الطبيب. نعم. بغيت نسولك واش درتي اللقاح ولا باقي؟ درتو. درتي اللقاح الثانيه؟ درتها نهار الاربعاء. درتي الاولى والثانيه بكل تواضع؟ نهار الاربعاء كملت الثانيه. واش درتي ديال الشينوا ولا ديال الهنود؟ والله اعلم ما عرفتيش. والله اعلم. لا منين دقيتي الاولى ما هرستي لا طباسل ما ضاربتي؟ لا عادي بخير عاديه وما وقع لي والو. الاولى جاتك جيتي حسيتي بالرومانسيه؟ لا حسيت كما كنت كما ديال الهنود. ديال الهنود طبيعيه؟ طبيعيه بكل تواضع. وشي ميساج لهاد الناس اللي ما باغينش يديروا التلقيح؟ وعلاش وبغى يمرضوا ويتعادوا؟ لا خص كل شيء يتلقح. خاص المرض كاين خاص كل شيء يدير اللقاح. باش يعيش مرتاح. كل يعيش مرتاح. ودابا انا ما كنتش كنطيق يقولوا ما كاينش كورونا ما كاينش. دابا انا عروستي طايحه بها. عروستي طايحه بها طايحه بكورونا. الله يشافيها امين. ولكن من تنوض وتصح ان شاء الله خاصها تنصحيها باش دير اللقاح. هي دابا باقا صغيره ما شدش فيها داك الشيء باقا راه واقفه مع وليداتها ولكن راه طايحه بكورونا. والله الله يشافيها الله يشافيها كل التواضع. الله يشافيها. سول المجرب لا تسول سول المجرب لا تسول الطبيب لا تسول الطبيب. بغينا نسولوك انت واش درتي التلقيح ولا باقي؟ درت اخويا الجرعات بجوج درتهم الحمد لله الامور دازت بخير ولله الحمد. درتي الجرعه الاولى والجرعه الثانيه؟ الجرعه الاولى ودرت الجرعه الثانيه الحمد لله. ملي درتي الجرعه الاولى ما هرستي طباس هل ما ضربتي ما والو؟ لا والو الحمد لله. اللقاح ديال شي لا لا الامور دازت مزيانه الحمد لله. الجرعه الاولى منين درتيها عاوتاني ما حسيتيش بالرومانسيه ديال الهنود؟ شويه كانت شويه الرياء شويه الرشاقه وشويه الرشاقه الرومانسيه. اذا ديال اللي دقيتي ديال والله اعلم. المهم حنا متاتين الاوامر ديال السلطه وصافي درنا داكشي. داكشي اللي كان اللي تقول لينا نقولوا مرحبا بكل تواضع. يكون اللي بغى يكون اللي بغى. وميساج لهاد الناس اللي ما باغينش يديروا التلقيح؟ لا خويا التلقيح ضروري وواجب باش تكون ان شاء الله باش نربي واحد المناعه جماعيه ان شاء الله وتزيد البلاد القدام واش نحيد علينا هذا الوباء وتكون الامور بخير ولله الحمد. واي حاجه دارها الملك جلاله الملك محمد السادس والا فيها خير للبلاد. فيها خير وحنا يعني حنا كنلبيو النداء ديالو. نعم اخويا الله يحفظكم اخويا. وهذا ميساج للمغاربه والمغربيات دير اللقاح باش تعيش مرتاح. نعم. سول المجرب لا تسول الطبيب. لا تسول الطبيب. انت درتي اللقاح ولا باقي؟ مازال ولكن ملي تتاح لي الفرصه ان شاء الله غندير اللقاح. كيفاش من تتاح لك الفرصه وصيفطوا لك ميساج بانك دير اللقاح ولا باقي؟ راه صيفطوا لي وملي مشيت قال لي سير باقي شويه. باقي ما جاتش نوبتك؟ واي راه الناس راه عامر بزاف تبارك الله راه العديد ديال الشباب. وصبر صبر تجي نوبتك ان شاء الله. واش غدير ديال الشينوا ولا ديال الهنود؟ اللي كان ديال الشينوا ولا ديال الهنود حتى ديال الفيتنام نديروه. انا بان لي انت رومانسي غدير ديال الهنود. يا هلا يا هلا. شي ديسك هندي حافظ ديسك بكل تواضع. يلا جالكي مهبط زندقي ميري زندقي مهبط اي لاف يو بكل تواضع. اي لاف يو تو. سول المجرب لا تسول طبيب. وحنا اليوم غنسولوك. مرحبا. درتي اللقاح ولا باقا؟ قريبه شويه. قريبه ان شاء الله. باقا صغيره؟ لا ماشي صغيره ولكن باقا يلا الاولى باقا الثانيه ان شاء الله. درتي الاولى؟ باقا الثانيه. درتي الاولى ديال اش درتي واش ديال الشينوا ولا ديال الهنود؟ ما عرفتش بكل تواضع. ما عرفتش. ما مشيتي للدار ما هرستي لا طباسل لا والو؟ شويه ضروري كتحس بواحد شويه سخانه وشويه. هرستي الطباسل؟ لا لا ما نهرش. ما حسيتي لا برومانسيه لا والو؟ لا لا مسكينه والو. وباش كتنصحي هاد الشباب هادو للناس اللي ما باغينش يديروا اللقاح وخايفين منه باش كتنصحيهم؟ وي كنصحهم بانهم يديروا زعما قال لك كتنقص شويه من هذاك كتنقص شويه من المرض يعني ماشي يعني كتفوا بالمناعه. والوقايه تكون ضروري الكمامه يعني دابا كثر المرض السلام ما يكونش يعني دابا الناس خارجه ومريسكيه يعني خص بنادم ما يسلمش والكمامه ضروري تكون يعني اذا خاص بنادم بنادم يدير اللقاح باش يعيش مرتاح. باش يعيش مرتاح بكل تواضع. بكل تواضع. وكاين بنادم متخوف كيقول ربما نجلب توقع لي شي حاجه يعني ما باغيش يجلب معطل فهمتي يعني متخوف. ولكن بالعكس كاينين الناس اللي يجلبوا الاولى والثانيه وبخير. بصح غير صغار غير صغار وكيجلبوا عادي ما وقع لهم ومشاو خدموا جلبوا ومشاو للخدمه ديريكت. وبزاف الناس خدامين معنا حنا جلبوا جاو كيخدموا دوزوا النهار ديالهم بخير. وكنتمناو هذا الميساج يسمعوا الناس اللي باقيين ما داروش التلقيح. الوقايه والسلام ما يكونش خوك عائلتك السلام ما يكونش الكمامه ضروري الكمامه. ما تسلم عليا ما نسلم عليك بكل تواضع تحيد الوباء. نهار الخدمه ديالنا
اول نهار الخدمه ديالنا وبغينا نسلموا على الاصدقاء ديالنا بحال بغاو يتخاصموا معانا. قال لك لا ما يمكنش، حنا خارجين دابا مريسكين ونزيدوا نسلموا. ايوا هادشي اللي الله يحيد علينا هذا الوباء. سول المجرب لا تسول طبيب. نسولوك انت درتي اللقاح ولا باقي؟ لا باقي. باقي صغير تبارك الله. لا باقي. سنان الحليب. لا باقي. بكل تواضع. بكل تواضع. شحال عندك من عام؟ 21. هما قريبين لكم ان شاء الله. ان شاء الله. غدق الدقه. ندقه. لا الا جاك الميساج وقالك جي دقه تمشي الدقه. لا جاني الميساج بالعربي ولا الفرنسي؟ باش ما بغيتي يصيفطولك باي لغه. على حساب انا حدي الطاليانيه. حدك الطاليانيه. لا سيفطوك بطالينيه تمشي الدقه شويه باش نترجموا للعربي. حنا ما عندناش اللقاحه ديال الشينوا وعندنا ديال الهنو. ماشي مشكل. قدروا سيفطولك بالهنديه. ماشي مشكل. عندك مع ميريزينديكي شويه ميريزينديكي بكل تواضع. بكل. وباش كتنصح هاد الشباب هادو؟ يديروا ميريزينديكي يديروا ميريزينديكي يديروا اللقاح بكل تواضع. تبارك الله عليك خويا. الله يحفظك. تحيه.